شانل فور نين وريا هو سوماليا بي وحي قدرين ميلها الشباب مدحدو دوشوغا وحو نينكاس اي ديرين فافيني مدردن هذا الممان تي دعاية وصحافة وحي العقا على الله لولكو دوينو دولك الكبر واقيسي هاي نعمة دي كوتشيران دادك بتر لايف كي نولا شوان اكسانو سو دونتي مركي سومالي دو كدقا علانتي وكدعوذين او بيتشينا كسامايين جائزة بي قدرين انجريسكو شقادي وصوا قبت ما لنا ويد هل كان الدولة الصومالية كعليين وأقوم هاد صناعين وحاسكش على إن لقبته الله جوقة هذا حكم كأيليه إن قوادتك الله ينير محي علي شريك بوليها وأنا كشقي ورباهنتو سيد الأكسوية هي هو ذا دون كأطلية كمتها وأجي وروح على رنشر السلطة الرابعة هذا نوحاب الله جوش يقعيني تها السلطة الأولى صاحبة الجلالة هي معيدة سهل رنشر هذا سيدو كلا وحي كمتاه أدوات كي يهبك ليسو أذيك سيدئي اللقود دقالما ورباهنتو سيدو بضان وحي لا أذهي دادان أقوانين مركا استعمالي وحكرا لكن داد قرانا يا مركا استعمالي وشي دوين باي لا أذهي يا أجن ديال سياسي وحي حقيقي نيسو ودادك أي متنشو دانو هو دا لقود قارو هذا أقنو مركا هذا ورباهنتا إنقا إن الله هذا الشه قربها أما الدولة ذا هكلا كاتم على ضيافة هنا كوه هذا الشيء أما في عربي قلتي سواف كهنا كوه هذا الشيء وعارون تلاقو قيمة إنكرا أجنده دوينو يهي هنا هنا لدة قال الله ما كل شدة سوام عليه دارنا أجنده هذا أنت هسألقو قيمة إنكرا حي على سياسات كودة تحريري كهذا ذو فيرستين إن حن إن إن قش شيء عن موي إن ونكسر إن قش شيء معي نمن كان هذا إنه إسحاق إنه مركع كهاد ليان وحيوج هاد ليان سيد إيجا أفهين وجهه وحيوج يريان مقعيد وقفي عن إيجا حقه ذا يوش عليه وحسي قارو حسي دونار لبك نالي لب إذا عدود من دوا إذا عدا بي بي سي ده من دوا فيو هذا من دوا شانل فور من دوا قنوات كجزيرة إيو إنجليزي عربي وحيهم بقى مقع magacay iyagu sameysteen oo ay kuwa ugu sheeyay ogeyeen inuu been yahay bay ugu yeedheen harakatu shabaab al mujahideen ay ku sheegayaan wa hada al zura jeena kama shaqeeyaan wa arama fiyo dadka sumuni iyo wax ka yar ku dishay xaqiiqadooda haday sheegayaan waxa ah yihiin inay ku sheegan bay marka waa mid magacaas amaanta ah ee dadka hoodaya bay ku sheegayaan midka kalena waxa weeye waxay sameynayaan wuxoodi waa boonboonaya qofka maalin walba hadii loo sheego hebel baa ku soo maqan hebel baa ku dilay hebel baa hebel dilay sida marka qofku waa niyad jabaya allah waxa haristay dhawdan baa gabagisa waxa ku jiray qalbigi bud weyn la dhaca soo burburi maayo hada dadkeena meesha fadhiye dadka soomaaliyeed nimanka ka cabsanaaya iyo xataa qurbaha jooga xallinno ay si mubaashir ah ugu hanjabeen waxa laga yaabaa haduu jiray inuu sabadnay hanjabaadooda iyo ruucbigooda iyo argagaxooda waxa faafiya warbaahinta aan ku asteeyay inay inala dirayso iyada ayna gaarsiinaysa argagaxooda haddii BBC hadda uu noqotaan waxaad ku arki doontaan artikalo ama maqaalo loogu talagalay in dadka la argagixiyo oo lagaga hadlayo sirdoonka shabaab sidii malaha ilaahay wax ku dhawaa xulbeenay ugu yahay qofkii waxa akhriya marka deynu baydado oo naftiisa iyo maalkiisa bixiyo hadii kan la dhaho waa garti marka mushkiladaas ayay idaacadahaasi inagu hayaan waxay faafinayaan wuxoodi mararka qaar waxay u sameeyaan diyaad aad u fool hadda waxaad maalmahan dhawayd ogeydeen channel 4 nin wariye oo Soomaaliya bay waxay u direen meelaha shabaab madaxdoodu jooga wuxuu ninkaas ay direen faafinayay muddo dhan هذا الممان تي دعاية وصحافة وحي العقا على الله لولكو دوينو دولك الكبر واقيسي هاي نعمة دي كوتشيران دادك بتر لايف كي نولاشا ونعكسانو سو دونتي مركي سومالي دو كدقا علانتي وكدعوذين او بيتشنا كسامايين جائزة باي قدرين انجريسكو شقادي وصوا قبت ما لن نويد هل كانت دولة دي سومالي تكي عليين واكو مهات صناعين وحانسكاتش على إن لقبتو او لقو قادو حكم كأي ليه إن قوادتك الله ينير محيي علي شريك بوليها وأنا كشقي
لكن ملاها دولتي صدر صديقة وحوغا لغاين دلابي كان الله سلا مركا وشاقين ايا وحارنتي واناكسن دولت الصومالية انا اوصام ايسا اما وزارة ورفافنت والاقيا با انا اجلته وحدة رصد اما داد موني ترقر ايا ورباهن تنبول شدين الله الضيسا ووحاي كهد ليان ربوض يلاقا دياري وضدك اي خصيصة هبين والبلو قد بيو سيدو كلاوحان دولت دوسو جيدين ايا انا اكاش تكودان oo sida in bulshadeena loola hadlo oo warbaahin noocaas maxaa warbaahintii qaranku taraysa kuwan ka badan ayaa dadka tashweeshinaya kuwa af arabiga ku hadlay jazeera waa kamid kuwa aan sheegay waa isku wada mid khadkooda taxriigi waa isku mid markay inaga arinteena ka hadlayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee media ka shaqeysa iyagana waxaan u dhan lahaa dadkiina hadaydan wax u tareenin ha dhibina hadaydan shabaab halala dagaalama dhahaynin warkooda hafaafinina iyo waxay sameynayaan.